لنرى يا ابن أخي شهودك بماذا سيشهدون. أنك تعاملت مع كاراتويغار وأنك شاركت في مهاجمة قافلتنا كورن. ما هذا الكلام؟ إلى أن تقام المحكمة سوف يقيد أمام خيمتي. سيكون عبرة لكل من يجلب البلاء إلى قبيلتنا أو يخون. حتى اليوم كنت أظن أن المسلمين هم من سيسممونني من سلالة الأيوبيين أو من سلالة السلاجقة. وأنت أعظم زوجة، حزنت معي وضحكت معي ووقفت معي أيضا. هذه السيادة هي قميص من نار، ارتداؤه هم وخلعه هم. أولا سيأخذ كورد أغلو جزاء عمله، وبعدها قلعة المجرمين حراس المعبد سوف تهدم فوقهم. قد كان الأمر كالصاعقة. باسم خالق الكون الذي ملأ قلوبنا بالإيمان، باسم الله العظيم نبدأ الاجتماع. يا سادة، لقد عانيت كثيرا في آخر عمري، وقد فقدت ولدي وزوجتي الأولى، ومات بين ذراعي إخوة لي، لكن كل هذا الألم لم يكن بحجم ألم الخيانة الأخيرة. معه هذا صحيح. أجل، فكورد أغلو الخائن دبر مؤامرة لخلعي، وافتراءاته طالت كنتي وزوجتي وأولادي وقد آذاهم، والسادة لم يقفوا في وجهه ولم يحموا القبيلة من البلاء. لماذا؟ لماذا ها؟ سامحنا سيدي، كورد أغلو سلب عقلنا، وأنا من اللحظة لن أعقد اجتماعا لسادة عقلهم مسلوب. جميعكم عزلتم، وسيأتي سادة جدد. أرطغرل، مهام كورد أغلو لك أنت. غوندوغدو، تأمين الإعاشة للقبيلة لك أنت. حمزة، أحضر الخائن.
موت يا كورد أوغلو. بعد الآن لن يصدقك أحد وسيقتلونك. صدر القرار بحقك يا كورد أوغلو. الشكر لله، لقد عاد الأمان إلى القبيلة واستعدنا السيادة، وبإمكاننا أن نتفرغ لأمور زفافكم. كنت أريد أن أستأذن أبي كي لا نقيم زفافا لنا. الحرب مع حراس المعبد محتومة وجميعنا نعلم، وعندما تنتهي الحرب مع حراس المعبد سنقيم زفافنا إن كان لنا نصيب فيه. وما أريده الآن أن يعود أخي سالما للقبيلة أومهايما. كما قالت السلطانة حليمة وسليمان شاه أيضا، فسيدي أرطغرل وسيدي جوندوغدو لن يتوقفوا حتى يهدموا قلعتهم أمي. حتى إن حدث لهم شيء واستشهدوا في الحرب، فشرف لنا جميعا أن نكون أراملهم يا أمي. وإن وافق أبي على ذلك فقبل بدء الحرب فليعقد زواجنا من دون حفل. آه يا بناتي الجميلات، أنتن فتيات شجاعات مثل أزواجكن، رضي الله عنكن. ذاك الثعلب جلب تلك المصيبة لنا، وكل ما ساعده أو ناصره قد قتل، والآن جاء دوره والسادة سيحاسبون. أما مطلبكما فسأبلغ به سليمان شاه. هذا جيد؟ شكرا أمي. ربما لم يمت جميع من ساعده أمي، من يدري إن بقي أحد من شركائه بالفتنة التي أشعلها فحتما سوف يكمل طريقه. قاتلهم الله. كورد أوغلو، هل هناك ما تريد قوله؟ كنت دائما أحارب لأجل قبيلتي، وأعطيتها كل أموالي وأولادي وزوجتي. خسرت كل شيء وأنا أحارب، وكل ما فعلته
كان كي تصبح القبيلة أكبر وأكثر قوة، وليصبح لهذه القبيلة وطن. أردت أن تعلم هذا سيدي. بطولاتك توجت بخيانة كوردوغلو. ليس هناك مبرر للخيانة، وثمنها هو الموت. تعلمت تبرير ذنوبك من حراس المعبد كوردوغلو. هذا ليس مجلسا لتكفير الذنوب. عقوبتك سوف تهينني وتلطخ شرفي. وهل عندك ذرة شرف لكي تتلطخ أيها الديوث؟ يا سادة، أطلب الرحمة، ارحموني سيدي. سنعطيك نفس القدر من الرحمة التي أعطيتنا إياها. سترى الرحمة بقدر محاربين الذين قتلهم تيتوس وكاراتويدار. كورد أوغلو، خنت سيدك ودينك وملتك وأعراف قبيلتك، وحكمك هو القتل. إنه يستحق. نعم نعم، قتله عدل. هذا صحيح، لقد خاننا، لم يظلم. نعم هذا عدل صحيح. خذوا الخائن، سيلقى جزاءه. سيدي سيدي، أطلب الرحمة للمرة الأخيرة لأجل أيامنا القديمة. سيدي، ضعني وحيدا في بئر، لكن لا تقتلني. أرجوك سيدي لا تقتلني. سيدي لا تقتلني، لا تقتلني يا سيدي، أرجوك لا تقتلني، لا تقتلني يا سيدي، أرجوك. قد كنا أنا وإياك إخوة، وقد أقسمنا أن نموت من أجل بعضنا وأن نحمي بعضنا البعض. سأبقى حافظا لهذا القسم. أنا لا أخون عهدي أبدا، لن أقتلك بيدي. Thank you.
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الآن لا توجد قوة تستطيع أن تمنع هذه الحملة العظيمة لجيشنا الصليبي الكبير. الكاردينال توماس قد كتب رسالة للإمبراطور فريدريك ولحضرة البابا العظيم، وكانت أفضل مما توقعناه، فقد أشاد بطريقتنا في العمل وبحسن التصرف. هذا الكأس أرفعه من أجل فرسانكم وطريقكم المقدس. أهلا بكم جميعا. كيلار، والمشاكل التي سببها أرطغرل، أتظن أننا لم نسمع بأنكم لم تستطيعوا أن تتصدوا لهؤلاء يا سيد بيتروتشو؟ وفي حلب أيضا قضوا على كل رجالك هناك الذين جندتهم، جواسيس لنا بالعشرات وفرساننا الأبطال، كيف يسحقهم ذلك الرجل؟ اسمع سيد ريكاردو. ماذا؟ سأسألك أنت ومن على الطاولة هذا السؤال. الحواريون هل استطاعوا أن يوقفوا صلب المسيح يا ترى؟ وأنتم تعلمون جيدا أنه عندما نريد التقدم باتجاه هدف كبير فقد تخرج لنا أمور غير متوقعة. كيف نصدق كلامك سيد بيتروتشو؟ طوال الوقت كنا نتلقى منك الضربات الواحدة بعد الأخرى، كيف لنا أن نثق بهذا الادعاء؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعطني القوة أو أمتني ولا تجعلني أسيرا عندهم كما كان أخي تورغوت.
الكاردينال توماس ينتظرك يا أمير. لا أريد أن أرزاك الشيطان، قل له هذا. هيا انهض وإلا قتلتك أيها الشاب. كان يجب أن ننهي أمر أرطغرل ومحاربيه حين كنا في الغابة. كان هذا أكبر خطأ ارتكبه. أنا لا أعرف ما هي أمانة ابن العربي، لكن ليحصل عليها تخلى عن أمانته تجاه عمله هذا. السيد بيتروتشو سيدفع ثمن أعماله. يجب عليكم أن تعيدوا اعتباركم بعد خسائركم في حلب وأنطاكية تيتوس، وأنا متأكد أنك ستعيدها. هل لديك أي فكرة عن كيفية وصول السم إلى خنجر إيزادورا؟ هذا تقدير الرب الذي لا دخل لنا به، أي أنها العدالة الإلهية. ادخل. أهلا يا أمير. ماذا تريدون مني؟ سنتحدث معا عن سبب ذهابك إلى القسطنطينية معي يا سمو الأمير. أنا لن أخدمكم أبدا. الحكام الكبار لا يخدمون أحدا يا سمو الأمير، وأنت ستكون حاكما كبيرا. سيد دوندار، تبدو كالذئب الجائع. كنت نائما لفترة ويجب أن يعرف الجميع أن الذئب قد عاد. سيد دوندار، معنى هذا أنك ستأكل معنا حراس المعبد صحيح؟ لكن لحم الخنزير محرم. يا رب أحمدك وأشكر فضلك، فقد جمعتنا مجدداً ولم تترك قبيلتنا مرتعاً للظالمين، فأدم نعمتك علينا يا رب. آمين. أرطغرل، يجب أن نرتب أمورنا بأسرع وقت. أجل أخي، نظامنا فسد ويجب أن نصلحه. إن شاء الله سنصلحه ولن تفسده أي قوة، لكن يجب أن تتزوج أنت والسلطانة وتفرحا قلوبنا. سأحضر الماء وآتي. أنا سأحضره أمي. لا يا ابنتي، اجلسي. جوكجي، هل تريدين شيئا؟ يا قرة العيون، حبيبة قلبي جوكجي. أرجوك سامحيني، لا أحتمل أمي وأحس أن قلبي يحترق. اصبري قليلاً،
فالألم الذي يحرق قلبك إن شاء الله سوف يخرج منه، وتتزوجين رجلا يحبك وستحبينه أيضا. هيا امسحي دموعك. الحمد لله. ها، ألم أقل لك يا ابنتي الجميلة ستمضي هذه الأيام والمشاكل كلها ستذهب، وأن شتاءنا لن يطول وسيأتي الربيع ويورق الشجر، وأن الشمس تشرق بعد الظلام؟ لقد اجتمعنا ثانية. الحمد لله. نعم يا أولادي، لقد وصلت لنهاية العمر وأريد أن أرى زواجكما قبل رحيلي من هذه الدنيا، وبما أن أمورنا لم تستقر فسأزوجكما بلا زفاف. ونحن جئنا لكي نأخذ الإذن منك يا أبي. الحمد والشكر لك يا رب، الحمد والشكر لك، الحمد والشكر لك. ترغوت ترغوت هناك ترغوت. اهدأ ترغوت، أنت بخير؟ أبي أحضر الماء. حسنا. ترغوت ترغوت بني، هيا اشرب. هيا. يا إلهي ترغوت ترغوت ترغوت. اهدى بني، افتح لك على رسلك يا بني. ماذا سنفعل؟ لا أدري. سيدي، المحارب تورغوت ساءت حالته جدا. أنا سأذهب. الحمد لله على كل شيء يأتي من عندك يا رب. لأنه لم يشرب سم حراس المعبد منذ فترة، حالته أصبحت أسوأ. هل سيتحسن؟ ماذا حدث؟ جسده يطلب سم حراس المعبد، لم يشربه منذ زمن ويقاوم، لكن أظن أنه قد استسلم. ماذا سنفعل؟ فلنعطيه السم إن كان يطلبه. إن أخذه الآن سوف يطلبه دائما، وبعد فترة سيموت. لنصبر قليلا. الشافي يرى حالته وهو من يشفيه إن شاء الله. إن شاء الله.
فعلنا ما نستطيع فعله، والآن سننتظر. عندما قلنا عاد أخونا أتت العلة وستأخذه منا. القذرون فرسان المعبد لم يخضعوه بالسيف فاستخدموا السم. هؤلاء يخرجون من كل مكان، الأوغاد قوتهم هذه هي بسبب ضعف المسلمين، يظهرون أنفسهم بأنهم أكبر من الجميع، نشروا الخوف بين الناس، لكننا لن نهزم ولن نخضع، ومن الآن أينما كانوا هم سنكون نحن أيضا. يا أبطال دعوني أبقى مع السيد أفشين. تفضل سيدي. قل لي من تكون سيد أفشين؟ أين كنت؟ ولماذا جئت؟ كنت في الأخلاط وأتيت منها. سيد أرطغرل، هذا زمن الأتراك وزمن الدولة التركية، وأصحاب اللحى البيضاء هناك سيجعلونها تكبر. الأخلاط هي بوابة للأناضول، وأصحاب اللحى البيضاء حلفاؤنا. عندي لك بعض الأخبار منهم. ما هي؟ المغول يزدادون قوة، ويجب أن نجمع كل بطون الأوغوز، وهم يريدون من قبيلة الكايلار أن تعود للأناضول. هل يعرفهم أبي يا ترى؟ أصحاب اللحى البيضاء لا يعرفهم الجميع. أريد ذلك. إن أرادوا التعرف إليك فهذا ممكن، لكن يجب أولاً أن يعود الكايلار إلى الأناضول، أشقياء المغول كالثور الهائج الآن، ونحتاج مساعدتكم لنوقفهم. تورغوت لا تستسلم، واترك هذا النوم وافتح عينيك. كسرت العديد من العظام في جسدك، عد إلى وعيك. وأعد تلك الروح الجميلة إلى هذا الجسد، اشتقت إليك. إن كانت روحك داخل جسدك فأخبرني وسأهب لك روحي لكي أنقذك. لتتوقف المياه التي في الجبال عن التدفق في جداولها، ولتتوقف الطيور عن الطيران، ولتعد من حيث أتت، ولتتوقف الغزلان التي في الجبال حتى تعود لك روحك وتعود إلي. ماذا سأفعل؟ مستعدة أن أموت ويمحى كل أثر لي لكي تحيا أنت. ترى كيف ستشفى من علتك؟ إن كانت روحك داخل جسدك فأخبرني، ولتكن روحي بعدها فداءك،
هيا أخبرني، هل روحك هنا؟ هيا بسم الله، بالصحة والهناء. اليوم اذهبي إلى المشغل وأشرفي على العمل هناك. كما تريد. جوجي يجب أن تتزوج وبأسرع وقت لكي تنسى أرطغرل. حسنا سيدي. خيرا ما بك؟ خيرا، ما الأمر؟ أراك كالملاك اليوم. قلت لك اذهبي ولم تعترضي. قلت لنزوج جوجي ولم تتكلمي. خيرا، ما تقوله سوف ينفذ. عجيب أمرك. خيرا، هل أصاب رأسك حجر؟ أطال الله بقاءك سيدي. سلمت. شكرا، شكرا لك، شكرا سيدي. دلتمي. وأخيرا رأينا هذه الأيام. الحمد لله. ما وضع تورغوت؟ بخير سيدي، ليس بيدنا أي شيء نفعله سوى الانتظار. سيدي إن سمحت لي أريد إخبارك بأمر مهم. أنا سأزوج آيكز من تورغوت ألب. لقد انتظر الشاب طويلا. أنا أعلم أن الوقت غير مناسب، لهذا لن نقيم زفافا. هذا صحيح، يجب أن يعقد القران سواء تحسن تورغوت أم لم يتحسن. شكرا لك يا سيدي.